أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل أرسل بورقة قد انتشرت وفيها هذا الحديث القدسي، وفيه: يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يجوز، لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة لا تنفذ، خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلك إلى آخر. ويسأل هل هذا الحديث القدسي صحيح؟ لم يعد إلى أحد. لم يعد إلى أحد حتى يجعله مخبار. ما لازم يجيب الرواد يجيب مستندا. ولا يجوز ينشر مثل هذا. لا يجوز ينشر يوزع على الناس شيء إلا بعد أن ينشر مصدره ومخرجه ومستنده يشاف أنه صحيح أو لا. أما بس مجرد حديث كذا بدون سند وبدون متن وبدون ذكر الراوي والكتاب الذي نقل منه فهذا لا يجوز توزيعه.